إدارة الدعوة منذ فترة تأسيس والعمل فيها واتخاذ الجهات والتوسع الأخير اللي صرنا فيه، اللهم لك الحمد، الأرقام الإيجابية التي نراها هي بدأت من إدارة الدعوة وحصر نقاط النزاع وحصر المستندات في مرحلة أولية من النزاع، أدى إلى سرعة الفصل في القضايا، أدى إلى تقليل التراكم، أدى إلى أن تكون هناك أرقام إيجابية شفناها وتكلمنا عنها قبل شوي، لأن كانت المحطة الأولى إدارة الدعوة بإجراءات بحصر كل المستندات وكل المتطلبات التي يجب أن تكون في المحطة الأولى، أدت إلى سرعة الفصل في القضايا. هناك إجراءات أعلن عنها سعادة الدكتور النائب العام في هذا المجال، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء بالإجراءات التي وضعت لحماية الشهود فيها، فهذه مجالها أن تكون هناك دعوة وهناك إجراءات يحصن فيها الشاهد عن أي أمور قد يظهر فيها مباشرة.